ننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثالث، وهو المعنون بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل الولادة وبعدها. هذا الفصل يحتوي على أربع مباحث. المبحث الأول بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم قبل الولادة، والمبحث الثاني محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الولادة، والمبحث الثالث حادثة الفيل، والمبحث الرابع محمد صلى الله عليه وسلم بعد الولادة. المبحث الأول، أو قبل أن ندخل إلى المبحث، لابد أن نربط الجسور، جسور الفصول فيما بينها. بعد عرض المهيئات الجغرافية والثقافية والحضارية والدينية التي تعرفنا عليها في الفصل الأول، وبعد معرفة الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وأجداده وكنيته وألقابه وأوصافه التي أتينا على بسطها في الفصل الثاني، نتوقف عند هذا الفصل عند حدث مولده صلى الله عليه وسلم. كلما حل بالأمة الإسلامية شهر ربيع الأول من كل سنة هجرية إلا وتتذكر الأمة الإسلامية مولده صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرنا حدث المولد إلا في حياته الطيبة التي كانت مباركة على البشرية كلها. هذه الحياة التي تشكل جوهر السيرة النبوية وقلبها الناضد، ويشكل المولد نقطة بداية أو نقطة انطلاق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل المولد هناك إرهاصات لا بد من الوقوف عندها، وهو ما سنتناوله في هذا المبحث الأول، المبحث الأول محمد صلى الله عليه وسلم قبل الولادة. إذا تشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس في كونه ولد من أب وأم بطريقة عادية، فإنه خالفهم في أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا المولد كمولد سائر الناس، بل وضع مهيئات وبشارات وعلامات تدل عليه قبل وجوده بالفعل. ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن الله عز وجل جعل الأرض مستعدة لاستقبال هذا المولود، فكأن الزمان والمكان كان على موعد مع المولد. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مسندة صحيحة تفيد حقيقة وجوده قبل مولده، من ذلك ما حكي عنه أنه كان نورا قبل خلق آدم، فلما خلق الله آدم ألقى الله ذلك النور في صلبه، يقول عليه السلام: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. علق القاضي عياض فقال: ويشهد لصحة هذا الخبر شعر العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، ومن شعر العباس بن عبد المطلب: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق. ونقل القاضي عياض من نسخ أخرى: حتى احتوى بيتك المهيمن من خندق علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، يا برد نار الخليل يا سببا لعصمة النار وهي تحترق. لأجل ذلك النور صرف الله عن والده عبد الله الدبح، فقد حكت كتب السيرة أن عبد المطلب بن هاشم ندر ندرا لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة، فلما بلغ ذلك ضرب القداح مع أولاده، فخرجت في عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرع في ذبحه، فمنعته قريش، ثم أشارت عليه عرافة بالحجاز بضرب القداح عليه وعلى 10 من الإبل، فإذا خرجت فيه زادوا في الإبل حتى إذا خرجت في الإبل نحروها تقربا للرب. هذه الحكاية مشهورة في مصادر السيرة النبوية، إن صحت دلت على أن الله سبحانه وتعالى صرف الذبح عن عبد الله والده كما صرفه عن جده إسماعيل عليه السلام، وكلها من المهيئات. ومن البشارات التي تدل عليه قبل أن يولد ما يلي: أولا، دعوة جده إبراهيم التي حكيت في محكم التنزيل بقوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثانيا، بشارة عيسى بن مريم عليه السلام حكيت هي الأخرى في محكم التنزيل بقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. ثالثا، أمه آمنة بنت وهب
لما ولدته رأت أنه خرج منها نور أضاء قصور الشام، ونظن أن هذا النور كان يحمله عبد الله بن عبد المطلب. فقد حكت مصادر السيرة النبوية أن امرأة ساومت عبد الله بن عبد المطلب في أن يقع عليها مقابل عدد الإبل التي نحرت عليه، وذلك لما رأت عليه من نور، فامتنع وراح إلى زوجته، وبمجرد وقوع عليها اختفى ذلك النور. كان هذا النور فيما يصفون غرة بين عينيه مثل غرة الفرس، وسيأتي مزيد من الكلام عن النور في معرض الحديث عن مولده. كل هذه البشارات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى العرباض بن سارية في حديث مرفوع جاء فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم عن ذلك في آخرها. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام. ومن البشارات أيضا ما تردد عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى في ذكر العلامات والأمارات المتعلقة به، غير أنه لما وشك أن يولد تقوت تلك البشارات وتداولوها فيما بينهم. يحكي حسن نتابت الأنصار يقول: والله إني لغلام يفعه، ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة يثرب: يا معشر يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ومعلوم أن هذه الواقعة كانت بالمدينة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد بمكة. فإن صحت الرواية دلت على أن البشارة بالمولد كانت في كل الأقطار وليس في مكة وحدها. المبحث الثاني: محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الولادة. نبدأ بالتاريخ لحدث المولد ثم نثني بالحدث نفسه. أولا التاريخ لحدث المولد: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لما رواه مسلم في صحيح من حديث غيلان بن جرير عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، وذلك لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول. وقيل في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل 570 بالتقويم الميلادي المسيحي، وهذه الرواية الصحيحة. وذكروا أن مولده كان في رمضان، وهو قول موافق لقول من قال إن أمه حملت به في أيام التشريق. ويذكرون أن الفيل جاء مكة في المحرم، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد مجيء الفيل 50 يوما. يجمل الحافظ ابن كثير كل تلك الأقوال في تعليق جامع فيقول: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور، فقيل بعده بشهر، وقيل ب40 يوما، وقيل ب50 يوما، وهو الأشهر. وعن أبي جعفر الباقر قال: كان قدوم الفيل للنصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ب55 ليلة. وقال آخرون: بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 سنين، قاله ابن أبزة. وقيل ب23 سنة، رواه شعيب بن شعيب عن أبي عن جده كما تقدم. ثم ساق أقوالا أخرى وختم قائلا: والمجتمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل، فكان اليوم الذي ولد فيه من أسعد الأيام وأكرمها على البشرية كلها. هذا من حيث الزمان. أما من حيث المكان فقد ولد بمكة بالشعب، وقيل الدار التي عند الصفا، وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم بنتها الزبيدة مسجدا حين حجت. ومن الذين ولدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد قيس بن مخرم بن عبد المطلب بن عبد مناف، فقد روي عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن إدلدان، وولدنا مولدا واحدا. ثانيا حدث المولد: شكل حدث المولد نقطة بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما شكل حدث القبض نقطة نهاية الحياة هذه الحياة. ومثلما ظهرت علامات وكرامات على حدث القبض، ظهرت على حدث الموعد على حدث المولد أيضا. وهذه علامات حكتها والدته ومربيته وقابلته ومرضعته، وكلها أمور عجيبة لا تحضر في مولد أي إنسان. نبدأ بوالدته آمنة بنت وهب، وهي تحكي هذه التجربة في روايتين، الأولى لابن سعد والثانية لابن إسحاق. جاء في رواية ابن سعد أن آمنة قالت: لقد علقت به، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاء له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى. أما الرواية من إسحق
فتقول فيها آمنة: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. هاتان الروايتان إن صحتا دلتا على أمور مهمة في مولد النبي الكريم، منها أولا أن النور الذي رأته والدته هو واقعة صحيحة، يشهد لها أن النور اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقع على الحقيقة لا على المجاز، أطلقه الله عليه ونعته به، يقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. محمد صلى الله عليه وسلم نور، وهو نور من نور الله، وهو نور بعد نور الله تعالى، وإليه ذهب بعض المفسرين مثل كعب وابن جبير، ومنهم من أول هذه الآيات تأويلا يتماشى مع وضعه صلى الله عليه وسلم في الأصلاب. ومن هؤلاء سهل بن عبد الله، فقد بين رحمه الله أن الله تعالى نور أول، ومثل نوره هو نور محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الأصلاب كالمشكات، والمصباح قلبه، والزجاجة صدره، فكأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، والشجرة المباركة التي توقد منها هي شجرة إبراهيم عليه السلام، يكاد زيتها يضيء، أي تكاد تظهر وتتبين بنبوته صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذه الآيات آيات أخرى وصف فيها النبي عليه السلام بالسراج المنير. فلما لا ترى آمن هذا النور؟ وقد تقدم معنا أن عبد الله والده كان يحمله في صلبه فوضعه في رحمها نطفة. ثانيا، وقع حمله في بطن أمه رحمة عليها، فلم تكابد مشقة الحمل، فقد وقع الوحم عليها خفيفا ميسرا، كما كان وجوده في بطنها وتقلبه في رحمها رحمة وخفة، وهي ظاهرة تدعو إلى مقارنتها بباقي النساء الحوامل، لكن متى كان النور ثقيلا ومتى كان موجعا؟ ثالثا، لما خرج من بطن أمه وضع يديه على الأرض، وهي علامة أخرى من علامات الاستسلام للقضاء والارتكان للقدر، في العلامة إن صحت إشارة إلى الهدوء والسكينة على غير عادة الطفل حين يولد، فإنه يخرج صارخا محركا ليديه ورجليه، وهي حالة تدعو إلى المقارنة أيضا. رابعا، كانت عيناه شاخصتان إلى السماء، وهي علامة الاتصال بالملكوت الأعلى، أوليست السماء هي التي يسرت وجوده وسهلت ولادته؟ ألم يرعاه ربه ويتنقل بين الأصلاب إلى أن وقع في رحم أمه؟ إنها علامة الاتصال برب العزة، كما قال عيسى وهو في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى أن قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وحكت قابلته، القابلة اللي قابلت آمنة، المسمى شفاء، وهي أم عبد الرحمن بن عوف، فقالت: لما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي واستهل، سمعت قائلا يقول: رحمك الله، وأفاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت قصور الشام. ومثل هذه الحكاية روتها أم عثمان بن أبي العاص، فلعل هذا هو السبب إلى انتشار النور من حولهم عند ولادته، حتى ما يرون إلى النور، وهو ما يتفق مع قوله تعالى: والنجم إذا هوى، وقوله: والنجم الثاقب، لا على ما حكاه السلمي في معنى من هذه المعاني. هذه الأنوار الحقيقية التي سطعت وأضاءت تدل دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بالليل، لأن النور لا يظهر في النهار. ثم إنهم حكوا عند ولادته معجزات كثيرة وخوارق، منها ما حكته أم أيمن أنها قالت: ما رأيت صلى الله عليه وسلم شكى جوعا قط، ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا، وهذا يدل على أن ربه عز وجل كان يطعمه ويسقيه، كما جاء في بعض الأثار الصحيحة التي رواها رسول الله، حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم رأوا أن والدته آمنة هوتفت في شأنه، فقد أخرج ابن سعد في طبقات أنها قالت: ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضي، وربما كانت ترفعني وتعود،
وآتاني آت وأنا بين النائم والإقدام. فقال: هل شعرت أنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها وذلك يوم الاثنين؟ قالت: فكان ذلك مما يقون عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. فذكرت ذلك لنساء فقلن لي: تعلقي حديدا في عضديك وفي عنقك. ففعلت. قالت: فلم يكن ترك علي إلا أياما فأجده قد قطع فكنت لا أتعلق. ثم إنهم حكوا أنه صلى الله عليه وسلم ولد نظيفا كما يولد السخن، ما به قدارة، واقعا على كتفيه، شاخصا ببصر إلى السماء، مختونا مسرورا. فعجب ذلك جد عبد المطلب وحظي عنده بمكانة خاصة، وهو الذي كان يقول مقالته المشهورة: لا يكونن لابني هذا شأن. وذكروا أنه لما ولد ارتج إيوان كسرى وسقطت شرفاته. ويمكن حمل هذه الواقعة على الحقيقة، لأن ما وقع يقوي ذلك، هي حقيقة أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ويحكي حس سلمان الفارسي فيقول: فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من بين يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى. فلذلك هذه الرواية تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نورا، وكان النور يرى له، وكانت دعوته كلها نور. بعد أن تكلمنا عن لحظة الولادة، والآن نتكلم عن مرحلة ما بعد الولادة، ونتوقف عند حدث مهم جدا مرتبط بولادته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حدث الفيل. حدث الفيل، لماذا نتعرض لهذا الحدث ولماذا نذكره في هذا الفصل بالذات؟ لأن له أهمية كبيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تكلم في سيرة المصطفى وأشار إلى لحظة الولادة كان يتكلم على حادثة الفيل هذه. لماذا؟ لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ارتبط بحدث الفيل أو هجوم أبرهة عن الفيل. ولذلك ارتباط حادثة الفيل بمولد النبي هو ارتباط تاريخي، أي أنهم كانوا يؤرخون لحدث مولد النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الفيل، فيقولون ولد عام الفيل. لماذا العرب كانت تؤرخ بمثل هذه الأحداث؟ لأنها كانت تربط عناصر التاريخ أو عنصر التاريخ بالأحداث الكبرى، غالبا بالأحداث الكبرى. وهذه الحالة أو هذا الأسلوب ما زال جاريا إلى اليوم، لا سيما في البوادي، حينما يؤرخون بأن هذا الحدث وقع عام المجاعة أو عام القحط أو عام الطاعون أو عام كذا وكذا. ولذلك فارتباط مولد النبي صلى الله عليه وسلم بحدث الفيل هو ارتباط تاريخي، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. هل ولد عام الفيل؟ ما معنى عام الفيل؟ هل ولد قبل الفيل أم بعد الفيل؟ لأنهم يقولون عام الفيل فقط. ولذلك اختلفوا في هذه القضية بالذات، لكن المجمع عليه أنهم قالوا ولد قبل هجوم أبرهة بفيله أو بفيله على الكعبة بحوالي 40 يوما. هذا هو الذي تطمئن إليه النفس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك حدث الفيل ولم يشارك في قضية الفيل، فما معنى قصة الفيل وما هي تداعياته ومن هو هذا الفيل وكيف بدأت هذه القصة؟ الواقع أن هذه القصة ارتبطت بهجوم أبرهة على بيت الله الحرام الذي تكلمنا عليه سابقا. القضية ليست قضية تاريخية فحسب، أن حدث الفيل وقع كواقعة عسكرية أو حرب أو كذا، لا، هي مرتبطة بقضية لها صلة بسيرة المصطفى ولها صلة بثوابت سيرته صلى الله عليه وسلم وبثوابت عقيدته وشريعته وحياته، وهي أن أبرهة الحبشي هدد
بيت الله الحرام الذي هو معقل العرب ومعقل أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث الذي نتكلم عليه. من هو أبرهة؟ أبرهة هذا رجل كان من عمال من جنود أحد عمال النجاشي الذي كان يحكم اليمن. النجاشي هذه عائلة كانت تحكم اليمن مثل الفراعنة الذين كانوا يحكمون مصر. هي أسرة، إذا مات نجاشي جاء نجاشي، وإذا مات فرعون جاء فرعون، هي أسرة كانت تحكم. فعامل النجاشي، عامل النجاشي الذي كان على اليمن، كان على اليمن، اسمه أرياط. أرياط هذا الرجل كان رجلا عسكريا واستتب له الأمر وكان يحكم بأمر من النجاشي. أبرهة كان من جنود أرياط، من جنوده، لكنه كان ذكيا، كان رجلا دون باهة. فأنه حصل أنه تمرد على أرياط، استتب له الأمر وأصبح له جيش عسكري وتمرد على أرياط. أرياط من طبيعة الحال لا يمكن أن يسكت على هذه الواقعة، فنشب حرب بينهما، بين أرياط وبين أبرهة. استقر الأمر في النهاية أن أبرهة وكان ذكيا اقترح على أرياط، قال له لماذا نحن نتحارب فيما بيننا، ولماذا نزج بالجيوش ليقتل بعضها بعضا، والخلاف بيني وبينك، لماذا لا نتبارز أنا وإياك في مشهد أمام عسكرينا، فمن قضى على الآخر استتب له الحكم. فرضي أرياط بذلك، وفعلا حصلت هذه المبارزة. تمكن على إثرها أرياط من أن يضرب أبرهة بحربة فشرمه في شاربه وخده، ولذلك عاش أبرهة بلقب الأشرم، كان يلقب بالأشرم لأن أرياط شرمه. وما كان من أرياط إلا أن ضرب ما كان من أبرهة إلا أن ضرب أرياط فقتله، فاستتب له أمر اليمن بعده. ولهذا كان النجاشي لا يرضى. طبيعة الحال ما هو موقف النجاشي مما وقع؟ عامله قتله أحد جنوده فما رضي بهذه الواقعة التي وقعت، فغضب على أبرهة وأقسم بالمسيح، وكان على المسيحية، وكان أرياط أيضا مسيحي، فهي الديانة المسيحية هي التي كانت في هذه المنطقة. أقسم بالمسيح أنه سيطأ أرضه وسيجز ناصيته وسيريق دمه، هذا ما أقسم به النجاشي. فلما سمع أبرهة بهذا القسم، طبيعة الحال خاف على نفسه، وكان ذكيا وكان قصير القامة ولحيما، ما كان منه إلا أن أرسل إليه، قال له يا أمير أو يا ملك، إنني سأبني لك كنيسة عظيمة اسمها القليس، وهذه الكنيسة سأصرف إليها حج العرب، وستصبح معقل للزوار، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها له. ثم أرسل إليه هدايا ثمينة، ومن ذكائه أنه أرسل إليه حفنة من تراب أرضه، يعني قليل من دمه في قارورة وطرفا من شعره، وقال له ستبر بيمينك هذا تراب أرضي فطأه، وهذا شعري فزجه، وهذا دمي فأرقه حتى تبر بيمينك. فاستحسنها النجاشي وعرف أن الرجل رجلا ذكيا، فأبقاه على حكم اليمن. إذن القصة تبدأ من هذه الرواية، أنه بدأ ببناء القليس فعلا، والقليس كانت كنيسة كبيرة جدا، عظيمة جدا، بناها وأذهل الناس في بنائها، وجلب لها من الخشب ومن الأحجار الكريمة وغيرها ما شاء الله من المواد، حتى أنه قالوا إنه أغار على قصر بلقيس وأخذ كل ما هناك ليزين هذه الكنيسة. شاع الخبر وداع في جزيرة العرب أن أبرهة بنى
كنيسة وأراد أن يصرف إليها حج العرب، فما كان من رجل كناني من كنانة إلا أن راح وأحدث له في القليس، أحدث في القليس، فلما وصله الخبر قالوا رجل من كنانة أحدث في القليس، يعني تغوط فيها، فغضب واستشاط غضبا، قال وأين يسكن هذا الرجل؟ قال إنه جاء من مكان يدعى مكة ومن بيت الله الحرام، قال سأروح إلى ذلك البيت وسأهدمه. طبيعة الحال هكذا تقول الروايات في السيرة النبوية، أن سبب هجوم أبرهة هو هذا الرجل الكناني الذي أحدث في القليس. شخصيا أنا لا أميل إلى أن يكون هذا هو السبب الرئيس، قد يكون سببا لكنه ثانوي، إنما الأسباب الحقيقية في 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 هجوم أبرهة هو ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو السبب السياسي، أن هذا رجل له طموح سياسي بطبيعة الحال، والدليل على ذلك أنه قاتل عامل نجاشي وأراد أن يحكم، فرغبته في الهجوم على البيت هو توسيع ملكه، وإذا استتب له الأمر في هدم الكعبة فإنه سينقلب حتى على النجاشي نفسه، والنجاشي يدرك هذا جيدا. فهذه الدلالة، دلالة هجوم أبرهة على الكعبة، لها دلالة سياسية أولا وقبل كل شيء. الدلالة الثانية وهي الدلالة الاقتصادية، معلوم أن بيت الله الحرام كان قد له مكانة اقتصادية، فإنه يجلب للعرب ولقريش مادة مالية وثروة اقتصادية كبيرة جدا، وهذا شيء معروف، وقد ابتكرت العرب في ذلك الوقت الحمص، وهو أنهم كانوا يبيعون للحجاج أثوابهم ويطعمونهم طعامهم ويسقونهم ماءهم، فيمنع على الحاج الذي يأتي إلى بيت الله الحرام أن يأتي بشيء من عنده إلا شيء يأخذه من عند قريش، فكانت قريش لها أرباح. حتى أننا من بين الدلالات والمعاني التي شرحناها في قضية قريش أنها من القرش أي من المال، فقريش اغتنت ببيت الله الحرام. هذه الامتيازات كلها التي هي في بيت الله الحرام أراد أبرهة أن يحولها إلى القليس، عوض أن تبقى حنيفية إسلامية شرعية ستصبح مسيحية. وهنا غادي ننتقلوا للدلالة الثالثة وهي الدلالة العقدية. هذه الدلالة مهمة جدا، إنها دلالة دينية، فهذا طموح مسيحي، هذه رغبة مسيحية في نشر الدعوة. ماذا تعني القليس؟ هي كنيسة بنيت، هذه الكنيسة يجب أن تأخذ حقها من الرعاية الدينية، يجب أن تنتشر المسيحية في هذه الديار. فهذه رغبة من هذا الرجل في أنه يريد أن يوسع الدائرة الدينية. أبرهة عزم العقد على محاربة بيت الله الحرام وهدم البيت، غرضه هو هدم البيت فقط، ليس له غرض آخر. دليل على ذلك أنه لما جهز الجيش وبدأ وانتشر الخبر في جزيرة العرب أن أبرهة خارج لهدم البيت، فكل القبائل التي مر بها واعترضته قاتلها وحاربها وغلبها ودحرها. من طبيعة الحال المقاومة العسكرية وهي الأسلوب الأول لم تفلح، تأتي المقاومة الثانية وهي المساومة والمفاوضة. راحت جماعة من قبائل العرب فاستضعفوه ودقوا بابه وأرادوا أن يستميلونه، فساوموه على ثلث اقتصاد تهامة، يعطونه ثلث الاقتصاد ثلث الخيرات، فأبى وما أراد مالا ولا شيء، يريد هدم البيت. هذه المفاوضات كانت مفاوضات كبيرة جدا وكثيرة جدا، خيرة قبائل العرب فاوضوا لكنه ما قبلها. ثم انتقلوا إلى الأسلوب الثالث وهو أسلوب الحوار، أسلوب الحوار، لأنه لما وصل إلى منطقة مكة أرسل أول شيء أنهم يغيرون على السرح، فأغار على سرح مكة وأخذ منها إبل كثيرة جدا، أخذ تقريبا لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ له 100 من الإبل وحده. فلما عرف عبد المطلب أن إبله قد أخذ أبرهة راح وحاوره ودق عليه الباب بعد توسطات وجعل يحاوره في 100 من إبله، فقال له أبرهة لقد عظمتك في أول الأمر
قالوا لي أنت سيد قريش وعظمتك ولكنني الآن أحتقرك. قال ولما؟ قال لأنك جئت تساومني على 100 من الإبل ولم تتكلم معي في هذا البيت الذي أريد أن أهدمه. قال له عبد المطلب مقالته المشهورة: إن أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، لأن هذا البيت هو بيت الله. فرد عليه 100 من إبله وجاء بها إلى مكة وسيبها عبد المطلب وقلدها وأمر القرشيين أن يخرجوا إلى الجبال لأن أبرهة عازم على الأمر. إذن الخطوة الأخيرة وهي أنهم استسلموا للقضاء والقدر. وبينما أبرهة قادم إلى الكعبة لما رأى الفيل الكعبة وقف ما زاد، فظنوا أنه فيه شيء، فجعلوا الرماح والسيوف تحت محاجنه فما تحرك. لما صرفوه يمينا هرول، شمالا هرول، وراء هرول، حينما وجهوا إلى الكعبة وقف. فجروه إلى الكعبة جرا، لكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد، فقد أرسل على أبرهة وجيشه طيورا كالزرازير تحمل حجارة كالمناقير ترميهم من السماء، فوقعت عليهم الحجارة وتشتت وأدمي، والحجارة حجارة كلها يعني حادة، حجارة الجزيرة العربية هي حجارة بركانية كلها حادة جدا، كل من نزلت عليه قصمته. وقد أصيب أبرهة بجروح في جسده ورجعوا مهرولين إلى جهة اليمن، وتشتت جيشه يقولون إنه رجع كفرخ الطير أدمي وخرج منه القيح والدم. فلما وصل إلى اليمن وصل كفرخ الطير ضعيف جدا وبقي أياما فمات، فتولى ابنه أبو مكسوم الحكم بعده، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه سيف بن ديزن فاقتلع جذور هذه الأسرة المسيحية الظالمة التي أرادت أن تصيب كتاب بيت الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة هي التي نقرأها في سورة الفيل بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا ما كان في هذا الحدث، وقد ذكرناه في هذا المبحث في هذا الفصل، لأنه هو مبحث لا في هذا الفصل، لأن له صلة بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن الآن في المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل، وهو المتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم في مرحلة الرضاع وانعكاساته. لا شك أن الكلام على مرحلة الرضاع هو كلام مهم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتكلم هنا على مرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال أول امرأة أرضعته وهي ثويبة بلبن ولدها مسروح. هذه المرأة كانت مولاة لأبي لهب، مولاة لعمه أبو لهب، ويقولون أن أبا لهب أعتقها لما جاءت هي تبشره بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقها لأنها بشرته بمولده، وذلك يوم الاثنين كما يذكرون، والرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكرون أنه ولد يوم الاثنين. فإذا كانت ثويبة هي أول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كانت أما مولاة لأبي لهب، فهذا يدل أبو لهب أعتقها، فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضع من أمة، وإنما رضع من حرة، من امرأة حرة، لأن أبا لهب أعتقها. طبيعة الحال لما ولدته آمنة أمه، أول طبيعة الحال الطفل لا يجب أن يبقى بدون لبن، لأنه طفل محتاج إلى اللبن، أرضعته هذه المرأة أياما معدودات، ليست أيام طويلة جدا، لأنه ستأتي حليمة السعدية وستأخذه إلى قبيلة بني سعد بعد ذلك. لكن السؤال المطروح هنا: النساء اللواتي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثويبة وكان لها ولد اسمه مسروح، المصادر شحيحة جدا على سيرة مسروح وسيرة أيضا ثويبة، لكن الذي يذكرون أن هذه المرأة
توفيت والمصادر لا تتكلم عنها كثيرا. ابنها أيضا سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فقال إنه مات ولم يبقى من عائلته أحد، انقطع نسلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يسأل عنه وعن أمه ليصل رحمه من هذه الناحية، فانقطعت أخبارهم بمرة. من هي المرأة التي أرضعته أول مرة؟ هل آمنة بنت وهب أرضعته؟ ليس لنا يقين أن آمنة بنت وهب أرضعته، أو ليس لنا يقين أنها لم ترضعه، هي أمه التي ولدته، من المؤكد أنها تكون قد أعطته شيئا من حليبها. هذا يجري مجرى الفطرة، مجرى العادة، يمكن أن نجزم ونقول إن آمنة بنت وهب أرضعت ابنها أياما أو أسابيع قليلة ثم تسلمته ثويبة بعد ذلك، إلا أن يأتي الدور على حليمة الثانية. يذكرون في قضية ثويبة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لما مات رآه العباس بن عبد المطلب في المنام، والعباس بن عبد المطلب هو الذي يحكي هذا الأمر وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رأيته في المنام ورأيته على شر حال، أبو لهب على شر حال، فسألته عن حاله فقال إنني على شر حال ولكن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. ولهذا استنتج العلماء من هذا الحديث أن الكافر لا شك أن العذاب يخفف عنه إذا فعل أشياء محمودة وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو فعل شيئا محمودا وهو أنه أعتق ثويبة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان العذاب يخفف عنه كل يوم اثنين. بطبيعة الحال الشريفات في مكة كنا لا يرضعن، الشريفة في مكة لا ترضع، وآمنة بنت وهب وهي زوجة عبد الله بن عبد المطلب وهي من هذه الأسرة الكبيرة أيضا هي من الشريفات، هي كانت لا ترضع وهي كانت حرة، ولذلك كنا يلتمسنا الرضعاء لأولادهم، كنا يلتمسنا الرضعاء في كل عام، كانت النساء يأتين من القبائل المغلة في وسط الجزيرة العربية، هن صحيحات ولهن لبن ولهن أولاد، فكنا يأخذنا الأطفال من الأشراف يرضعهن ويبقين عندهن وقتا من الزمن في بمقابل مادي. هنا كان سبب رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حليمة السادية، وسنأتي إلى هذه القصة وهي ستحكيها بنفسها كما سنتلوها وسنقرأها. هي أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثويبة، وزوجها وهو ضئر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه من الرضاع هو الحارث بن عبد العزة بن رفاعة بن مولان بن ناصرة بن قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي، هو زوج حليمة السعدية، وكان قد خرج معها من قبيلة بني سعد إلى مكة، وهو الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأشرف على تربيته أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويقدره، وكان إذا وفد عليه كان يكرمه. خرجت حليمة من قبيلة بني سعد، والذي كان السبب هو الذي جعلت تخرج هي الفاقة وقلة الحاجة، لأن قبيلة بني سعد كانت قبيلة أصابها القحط وأصابها الجوع، وكان العاب فيه جدم، لا مطر ولا شيء، القضية يعني صعبة جدا على السكان قبيلة بني سعد، حتى أن الرعاة الذين كانوا يرعون يروحون بأغنامهم ويرجعون لا كلاء ولا ماء، يعني القضية فيها شيء خطير جدا في ذلك العصر. هنا السبب الذي جعل حليمة تخرج مع صويحباتها ومع زوجها هو بدافع أنها تأتي إلى مكة حيث يوجد الأشراف ويوجد الأغنياء ويوجد التجار لتعيش وتقتات كما يقتات سائر الناس. إذن كانت السنة سنة شهباء لم تبق لهم شيئا، وكان ولدها الصغير الذي كانت تحمله هو عبد الله بن الحارث كان يصرخ من شدة الجوع، وحتى تديوها ليس فيه شيء، هي رايحة إلى مكة وتديوها فارغ، لماذا أنت تديوك فارغ ورايحة إلى مكة؟ لتأكل ثم تدر اللبن، لأن إذا لم تأكل وتشرب لا تعطي اللبن، فهي جائعة وولدها يمص التدي يرضع ولا يجد حليبا فيعطيه فيشتد عليه الصراخ. تحكي حليمة السعدية في هذه الحكاية
وهذه الحكاية أخرجها محمد بن إسحاق في السيرة النبوية، ونحن إن شاء الله سنقرأ هذا النص الذي حكته هي. تقول: خرجت على أتان لي قمراء، خرجت على أتان، الأتان وهي الحمارة، الجحش بن أتان، الأتان وهي الحمارة، لي قمراء، قمراء لونها يعني فيه نوع من البياض، فيه قدرة، وقد يكون فيها نوع من الجوع. معنا شارف لنا، معنا شارف لنا، يعني هذا الشارف، الشارف كما شرحته، وهي الناقة المسنة التي لا تعطي شيئا، ناقة مسنة لا تعطي شيئا، والله ما تبيض بقطرة، لا تعطي لبنا. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في تدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغديه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتان تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق عليهم ضعفا وعجفا. أدمت بالركب، كأن فيه نوع من الأدم، يعني الدماء من كثرة ضرب الحمارة لاستسير، تطلع الحمارة عاجزة عن السير من كثرة الجوع. أدمت بالركب، يعني أصابها ما أصابها. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. فعلا كان رسول الله في هذا الوقت يتيم، مات أبوه، وجاء به وحمله جده عبد المطلب، جاء به إلى 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 السوق، كأنه نوع من سوق، سوق ليس سوقا بالمعنى الاصطلاحي، لكن فيه مكان لالتماس الرضاعة. كانوا إذا قدم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفر منه المرضعات، كل واحدة لا تأخذه، يتيم ماذا نفعل به، جده هو الذي يكفله، ماذا يفعل جده، نحن نريد أبوه، أبوه ميت، حينما يسمعون كلمة يتيم ينفرون منه. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، يريدون المال، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، ماذا يفعلون، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة معي إلا أخذت رضيعا غيره، كل النساء اللواتي كنا مع حليمة أخذنا رضيعا طفلا يرضعنه، إلا حليمة ما أخذت شيئا. فلما أجمعنا الانطلاق أوشكوا أن يرجعوا، قلت لصاحبي أي زوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. إذن هذا طرف من الحكاية، طرف من الحكاية يبين أن خروج البدويات إلى القرى النائية ومجيئهن إلى مكة قصد الإرضاع هو عادة معروفة عند العرب. وقولها نلتمس أي نطلب ونبحث، وذلك كله يكون في مقابل أجر يأخذنه من أبي الصبي. وسبق أن قلنا بأن النساء الشريفات كنا لا يرضعن لأسباب كثيرة، يريدنا أن يحافظنا على جمالهن، يريدنا أن يتفرغن لأزواجهن، إلى غير ذلك، هناك أسباب كثيرة جدا وهي عادة. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه تدياي بما شاء من اللبن. سبحان الله، مجرد أنها أخذته وأقبل على ثديها در درعها باللبن، وهذه من بركة محمد صلى الله عليه وسلم. فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى، أخوه أي ابنها عبد الله، ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، مشى للناقة الشرفة، فإذا إنها لحافل، ضرعها ممتلئ باللبن، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا أي زوجها: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت والله إني لا أرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، ركبت تلك الحمارة التي كانت تركبها، وحملته عليها معي، أي حملت محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي لا يقولن لي: يا ابنة ابن أبي دؤيب، ويحك أربعي علينا، يعني سبقتهم،
أصبحت تلك الدابة الضعيفة التي كانت ضعيفة بدأت تجري، حتى أن صويحباتها اللواتي كنا معها يقولن لها: يا ابنة أبي دؤيب، يا حليمة، مهلا، لا تسبقين، مهلا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إن لها هي. فيقولن: والله إن لها شأن. عجيب هذا الأمر الذي وقع. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني قاحلة، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شبعا لبنا. تلك الأغنام اللواتي كانت تروح ضعيفة وليس فيها ولا تجد ما تأكل، أصبحت حتى الأغنام بخير، أصبح ضرعها ممتلئ باللبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن. يعني قبيلة بني سعد كلها ما تحلب قطرة لبن إلا هي، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون في قومنا يقولون لرعيانهم: ويحكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي دؤيب. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. يعني أن الناس يقولون لرعيانهم الرعاة: ويحكم روحوا فاسرحوا حيث تسرح أغنام ابنة أبي دؤيب حليمة السادية، روحوا اسرحوا. القضية ليست في السرح ولا في مكان السرح، إن القضية هي في البركة وفي هذه النسمة المباركة التي دخلت على حليمة السعدية ودخلت على زوجها، حتى يعني ظهرت هذه البركة عليهم بسبب قدوم وبركة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين رضعوا معه إخوته من الرضاع، نذكر منهم مسروح ابن ثويبة، هذا مات قديما كما ذكرنا. نذكر الشيماء واسمها خدامة، ويذكرون الشماء كما عند الحافظ ابن البر، أو الشيماء أو الشماء اسمها خذافة، وهي بنت حليمة السادية، وأبوها هو الحارث بن عبد العزة بن رفاعة، رضعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حليب أمها. نذكر أيضا، وكانت الشيماء كانت تساعد والدتها في 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 الاعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنيسة بنت الحارث ذكرت من جملة إخوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا يذكرون أنها هي بنت حليمة السادية، ولم نطر لها على ترجمة، لكنها ذكرت في المصادر في السيرة النبوية وزاد المعاد وعون المعبود وتاريخ الطبري، يعني جاء ذكرها. عبد الله بن الحارث بن عبد العزة بن رفاعة، وهو الصغير الذي كانت تحمله حليمة السعدية ورضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبنه، وله ترجمة في الإصابة، وله حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، رضع مع من تويبة، يعني عمه وأخوه من الرضاع رضع من تويبة. وأبو سلمة عبد الله بن الأسد بن هلال بن مخزوم المخزومي، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، رضع من تويبة. وهذا الرجل هو الذي اعترض النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من ابنته لما عرضت عليه للزواج لسبب واحد، وهو الرضاعة، أنها بنت أخيه من الرضاعة. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمه أرضعته حليمة السعدية أيضا أياما. فهؤلاء هم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهذه هي المرحلة التي مر منها صلى الله عليه وآله وسلم.